وحاجة الحبيب وأم الحبيب وجد الحبيب وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys. Ini suasana di depannya Masjid Agung Jamek Kota Malang guys. Ini adalah malam ke-29, malam ganjil 29 guys. Ini situasinya mulai merapat, mulai ramai. Ya, ini ada orang juanda nih guys, lagi lewat. Penuh semua guys ini karena situasinya terang benderang. Ini mulai kedatangan melumber ke dalam-dalam gas ini guys. Ini sudah di dalamnya alun-alun. Thank you.
Barang surutan gitu jadi. Saya dari Sukun. Oke, dari mana Sukun ya? Sukun, Pak. Oke, siap. Apa buri? Buri yo. Ngenai yo buri barang iki. Eh. Ana apa? Iya. Saya sini يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير الدنيا بيا الأخرى بيا حسيا معنا بيا الله وقاتل أمين جاء نبينا مولانا محمد الخير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة آمين حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة آمين بإحسانك يا أرحم الراحمين لا تحرمنا خير ما عندنا لشر ما عندنا اللهم زد علينا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم لا تدع في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا كربا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين ولا حاجة من حوائج الدنيا ولنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب وأبي الحبيب وأم الحبيب وجد الحبيب وأصحاب الحبيب وأزواج الحبيب وذريات الحبيب تقضي حاجاتنا قريب اقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين قريب اقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين والحاضرات قريب آمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد وارحم آمين. أمة سيدنا محمد آمين. وانصر أمة سيدنا محمد آمين. والطف بأمة سيدنا محمد آمين. وجعلنا وآل سيدنا محمد آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أمين. رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أمين. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله ما يا مولانا
بسر أسراري ونور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الله demikian saja yang dapat kami sampaikan mengenai sholat witir malam ke-29 guys. Bagi kalian yang suka dengan video kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan keseruan video kami guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong orang gendeng pantes aja.